مرحبا أحبابي، اليوم بدي أعمل أنا وياكم طريقة تحضير القطايف بعجينة عن جد عن جد بنصحكم تعملوها، كتير رائعة وطيبة وناجحة 100%. بهيدا الشكل عن جد روعة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شي عنا 3 أكواب مي بحرارة الغرفة، بحط فوقهم كوبين طحين. عم عير بأكواب المقاس، يلي ما عنده كوب المقاس ممكن تعير بكوب حجم وسط، ما في أي مشكلة. حطينا كوبين طحين، كمان بحط نص كوب طحين فرخة خشن أو ناعم، ما في أي مشكلة. ملعقة صغيرة سكر، ملعقة صغيرة خميرة، ملعقة صغيرة بيكنج باودر. بخلطهم مع بعض. بس خلطهم هلا منكفي مع بعض، بتركهم بالخلاط زي ما هن، بحطهم على جنب لترتاح العجينة ربع ساعة. بس ارتاحت عنا العجينة ربع ساعة 15 دقيقة، هلأ بدي بلش أنا وياكم بطريقة طبخة. بهذا الوعاء بيسهل علي حطهم بالفنجان أو بأي شيء عشان نخبزهم مع بعض. أنا شو رح أعمل؟ فينا نستعمل هيدا المعيار كوب المقاس الربع كوب، وكمان فينا نستعمل يلي ما عنده أكواب المقاس في يستعمل هيدا الفنجان، فنجان القهوة نفس الشيء بيطلع الحجم. نستعمل هيدا، أنا رح استعمل هيدا الكوب، ربع كوب عندي بستعمله، بيطلعوا كلهم نفس الحجم القطايف اللي بدنا نعملهم مع بعض. بهيدي الطريقة، طريقة بنطر بس حمية المقلاي، وبختار مقلاي ما تكون بتلزق، شايفين كيف؟ بيطلع عندي القطايف كلها نفس الحجم. بنطر لتنشف من الأعلى وبتصير جاهزة. هلأ هيدي القطايف صارت جاهزة، بحطها على ورقة أو على منشفي لتنشف من الرطوبة. إذا بكون تعملوا حجم أصغر بتعبوا نص الكمية. هول القطايفات اللي عملتهم أنا وياكم، حطيتهم على منشفي عشان المنشفي تتشرب الرطوبة اللي فيهم، بس بردوا صاروا بهيدا الشكل. عجينة عن جد عن جد كتير ناجحة وروعة، وهيدي اللي عملتها الحجم الكبير، كتير كتير عجينة 100% ناجحة وطرية، وشايفين لونها ما أجمله، كتير روعة. هلأ بدي أحطهم على صينية وارجع أحشيهم أنا وياكم. عندي هوني قشطة لبلش حشي أنا وياكم.
بسم الله. فينا نحشيهم جوز ونقليهم فينا قشطة. أنا رح أعمل بس القشطة. بحشي بهيدي الطريقة. رح كفي كمية القشطة اللي عندي احشي فيها القطايف وبرجع بكفي انا وياكم. هلا بعد ما حشيتهم بالقشطة لهولي بغطهم بالفستق الحلبي، بيعطي شكل كتير حلو عليهم الفستق الحلبي. هيدي كمية القطايف اللي عملتها انا وياكم، هول اللي حشيناهم قشطة وكمان هول بقيوا عندي. فيني قسم منهم احشينه تلا للولاد وقسم تاني اذا حبيت بحشي قشطة وبحشي جوز كمان وبقليهم حسب الرغبة، وممكن اذا بدي بتركن هيك نيين بهيدا الشكل ما في اي مشكلة. وهيدا القطر كمان، طريقة القطر عمليتها فيديو سابق قبل هلا بس رح احط لكم الطريقة كمان. القطر عنا كوب ونص سكر، يلي ما متوفر عندها كوب المقاس فيها تستعمل كوب صغير. بحط فوق السكر ملعقة طعام عصير حامض، كمان كوب مي. بحركن شي بسيط وبحطن على الغاز ليغلو. هيدا القطر بعد حوالي 8 دقايق، هلا بحط فوقهم حوالي ملعقة طعم زهر كمان. بحرك شوي. بتركن حوالي دقيقة يغلوا بعد ما حطيت المزهر. 9 دقايق صار له على الغاز القطر. بهيدي الطريقة بس تدبق هيدي الستاتشيلا، بحسها عم بتدبق يعني صار القطر جاهز. هلا بطفي الغاز. بتمنى طريقة القطايف تكون نالت اعجابكم وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي احبابي.